shot stops, was to pass instead towards Zamama. Right straight, Zamama! Well, that's a terrific goal. Lights will guide you. He goes to the other and he just simply cannot get back across, but you've got to give the credit to the taker. That is fantastic technique from Zamama. السلام عليكم سي مروان، مرحبا بك. شعب الرجاء رحب كثير بعودة مروان زمام العالمي، وبدورينا وبلغك التحية الجمهور عبر موقع رجاء في الباب.com. مهم السؤال الأول مروان، كيف جات العودة ديال مروان زمام الرجاء، ولماذا فضلت عرض الرجاء على باقي العروض؟ بطبيعة الحال كان سأفضل عرض الرجاء على باقي العروض، حكم أنني طلعت فريق رجاء البيضاوي وكان لي فضل كثير عليا. كان الانطلاقه ديالي من فريق الرجاء البيضاوي، من ثم من فريق العالم الاحتراف. الحمد لله كنشكر الجمهور وجميع الفعاليات الرجاويه على الشيء الكثير اللي قدموا لي الفتره اللي قضيت معاهم. الحمد لله انا رجعت الان لفريق الرجاء البيضاوي، رغم ان كان اتصالات قبل الرحيل لمجلس الاداره في الصيف، فما كانش بامكاني انني نفاوض فريق الرجاء البيضاوي أنا ذاك، حكم أنني كان باقي كيتوفر لي سنة مع فريق نيمبي سبرا. فلما فسخت العقد ديالي مع فريق نيمبي سبرا وفكرت أنني نرجع لأرض الوطن، فاتصلت بمسؤول فريق الرجاء البيضاوي وبدوري كنشكرهم على الاستجابة ديالهم للعقد اللي وقعت معهم، والحمد لله أنا جيت سعيد بالعودة وكنتمنى إن شاء الله نقدم ما ينتظره من جمهور فريق الرجاء البيضاوي. فالهدف ديالي إن شاء الله هو تحقيق أكبر عدد من الألقاب رفقات فريق الرجاء البيضاوي. فريق الرجاء البيضاوي كيتكلم لغة الألقاب، فلازم إن شاء الله نحققوا أكبر عدد من الألقاب، سيما أنني كنتوفر على مدرب لي من أحسن مدرب في المغرب من حيث الألقاب، والآن كنتوفر على تركيبة بشرية كبيرة. فكنتمنى إن شاء الله ومسيرين الآن في الباقي الاحترافي، كنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ديال جميع الفعاليات الرجاوية والجمهور المغربي إن شاء الله. فالحمد لله ما عنديش مشكل في المراكز، محمد الطافير عنده تجربة كبيرة وكيعرفني بشكل كبير من قبل، فإن شاء الله ما يكونش مشكل من ناحية المركز بحكم أنني لعبت عدة مراكز. لكن إن شاء الله المدرب هو أعلم بالمركز اللي غادي يناسبني في التركيبة البشرية اللي كيتوفر عليها، وأنا جاهز، أنا راهن إشارة المدرب. لا مريت بتجربة كبيرة في 7 سنوات الماضية، فكنتمنى إن شاء الله التجربة اللي خديتها في 7 سنوات نوضعها راهن إشارة فريق الرجاء البيضاوي المدرب واللاعبين، وإن شاء الله كنتمنى الصوره اللي كينتظرني الجمهور ان شاء الله نكون فيها ونرضي الجماهير اللي كتسنى مني الشيء الكثير. اي لاعب كيلعب فريق الرجاء البيضاوي الا لازم ينتظر اي شيء من الجمهور، لان الجمهور ما كينتقد اللاعب الا وانه كيبغيه، ما كينتقدك الجمهور الا باش تكون احسن، وهذا كتبقى هي كره القدم، فلازم انتقادات وتشجيعات. فان شاء الله المده اللي قضيتها توفرت على التجربه اللي كتسمح لي انني نواجه جميع الظروف ان شاء الله. فريق الرجاء البيضاوي توفر على لاعبين مميزين وتركيبه بشريه غنيه، فجل اللاعبين قادرين على 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 تقديم مستوى كبير وتقديم صوره طيبه للجمهور الرجاوي اللي كنتظر منه الشيء الكثير. فما علينا الا احنا كلاعبين الا نجتهدوا، وان شاء الله يكون خير في المباريات القادمه ان شاء الله. نشكر الجماهير الرجاويه للدعم الكبير اللي مسؤوليه كما كنت كنلعب، ولا سيما في العوده ديالي. كنتمنى ان شاء الله يكون عندي حسن ظن الجماهير اللي عطاتني الشيء الكثير، وهي اللي كان وراء السبب ديالي في الرجوع. فكنتمنى ان شاء الله نرضيهم ونحققوا
النتائج اللي تخليهم يكونوا فرحانين ان شاء الله. ان شاء الله. مكوغاش مروان.